النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم، والبداية بأبرز عناوينها. أسعار النفط تحافظ على ذروتها في 7 سنوات رغم تراجع مكاسبها الأسبوعية، والبنك الأوروبي يتوقع استقرار أسعار الطاقة. التضخم يتسارع في الاقتصادات الناشئة ويعرقل خطط التعافي، والعينة في النشرة من كبرى أسواق المكسيك. وفي روبورتاج النشرة تتابعون: المواد القابلة للتدوير ملاذ اللبنانيين للاسترزاق وسبيل للحصول على الدولار. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع على تراجع، لكنها استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 7 أسابيع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنحو 0.15 لتصل إلى 87.89 دولار للبرميل عند جلسة التسوية الجمعة. وكانت العقود ذاتها قد تراجعت في وقت سابق 3% في أكبر تراجع منذ 20 ديسمبر، بعد أن لامس خام القياسي العالمي حاجز 89.50 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014. في شأن طاقوي متصل، تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي. وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيكر هيوز الجمعة انخفاض حفارات التنقيب عن النفط بنحو حفارة واحدة الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 491 حفارة لأول مرة في 3 أسابيع. توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تستقر أسعار الطاقة في العام الجاري. لاغارد وفي مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية التحاضر المرئي شككت في استدامة مستويات التضخم الحالية على المدى المتوسط، مستبعدة أن تشهد أوروبا مستويات تضخم مرتفعة كالتي تعاني منها الولايات المتحدة، حيث بلغت 7% خلال شهر ديسمبر الماضي. ارتفاع معدلات التضخم مدفوع بنسبة 50% بأسعار الطاقة. بعض العناصر التي ساهمت في رفعها سيتقلص دورها في غضون 4 أشهر. نتوقع أن تستقر أسعار الطاقة واختناقات العرض في عام 2022، وبالتالي سينخفض التضخم تدريجيا. هذا لا يعني أننا لسنا على استعداد لمواجهة أي متغيرات باستخدام أدوات جديدة. رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعت تحسن الوضع على صعيد أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد بالنظر لسرعة معدلات التطعيم في العديد من الدول، إلى جانب اتباع العديد من السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في تفادي معدلات البطالة الهائلة. هناك عوامل ساهمت في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا. نحن ضحية نجاحاتنا بفعل سرعة معدلات التطعيم في العديد من الدول، بجانب اتباع العديد من السياسات المالية والنقدية التي ساهمت أيضا في تفادي معدلات البطالة الهائلة التي نتجت عن الجائحة. من جهتها، قدمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن نظرة مستقبلية متفائلة للاقتصاد الأمريكي، متوقعة تراجع التضخم وتباطؤ ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
ارتفاع الأسعار يمثل قلقاً مثبتاً للسياسة. من المهم ملاحظة أن المتنبئين المحترفين يعتقدون أن التضخم سيتراجع بشكل كبير العام المقبل. سوق العمل في الولايات المتحدة قوية بشكل استثنائي. توقعات النمو بنسبة 3.3% في عام 2022 إنجاز اقتصادي وسياسي مذهل. يلن وفي كلمة ألقتها عبر الفيديو ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي وصفت توقعات نمو أكبر اقتصادات العالم بنسبة 3.3% خلال السنة الجارية بالإنجاز الاقتصادي والسياسي المذهل. لدينا مسار واضح للمضي قدما مع حزمة البنية التحتية التي أقرت مؤخرا والخطة المقترحة لإعادة البناء بشكل أفضل. ستعمل هذه السياسات معا على تعزيز التوسع الحديث في جانب العرض الذي بدوره يعزز النمو المستدام على المدى الطويل. أنهت المكسيك العام الماضي بمعدل تضخم سنوي تجاوز 7% مسجلا أعلى مستوى له منذ 20 عاما. تضخم قياسي كان له الأثر المباشر على جيوب المكسيكيين بفعل التهاب أثمان المنتجات والسلع واسعة الاستهلاك. جولة قصيرة في أروقة سنترال دو أباستوس بوسط مدينة مكسيكو ستكون كافية لاستشعار تذمر الزبائن مثل التجار من التهاب قياسي لأسعار جل الخضروات والفواكه. في هذا السوق الذي يمثل المزود الرئيسي لمطاعم وشركات الأغذية في أكبر مدن العالم من حيث الكثافة السكانية. جنبا إلى جنب مع الأفوكادو يعتبر الليمون الحامض عنصرا أساسيا في المطبخ المكسيكي ويستخدم في جميع الأطباق اليومية تقريبا ليتحول إلى بارومتر لتضخم قياسي يعصف بالمكسيك منذ عامين. لقد ارتفع سعر الليمون من 15 بيزو للكيلو إلى 65 بيزو، لا يمكننا حتى صنع عصير الليمون. التهاب في الأسعار دفع بالكثير من المكسيكيين لتقليص مشترياتهم وحتى تطبيق مبدأ الانتقائية لعقلنة الاستهلاك والنفقات. لا يمكننا إطعام أطفالنا بشكل صحيح بعد الآن. نحن بحاجة إلى أن نقرر ما إذا كنا نعطيهم اللحوم أو الفاكهة. لا يمكننا أن نقدم لهم كل شيء. تضخم معمم مبرر بسوء أحوال الطقس إلى جانب رفع الدعم الحكومي عن عديد السلع في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية. ما يحدث مزيج من عدة عوامل مثل موسم الحصاد الذي كان أقصر مما كان متوقعا والزيادات الكبيرة في المكونات الأخرى مثل منتجات الوقود والطاقة التي ستؤثر في النهاية على سلاسل التوزيع والظروف الجوية السيئة، إلى جانب نقص الدعم الحكومي الذي كان له الأثر الواضح في الزيادات المعممة التي نشهدها. من آسيا إلى أمريكا يزحف التضخم ليطال جميع الاقتصادات دون استثناء ويفرض على الحكومات ضغوطات جديدة في تحقيق التعافي الاقتصادي الموعود، غير أن انخفاض المعروض من بعض السلع والمواد الخام وزيادة أسعار الغذاء والطاقة عوامل تحالفت تخلط جميع الأوراق. أنهت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على تراجع حاد في أعقاب موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب1.4% في موجة بيع واسعة النطاق مسجلا أسوأ أداء يومي في قرابة أسبوعين. انخفاض حاد مدفوع بمخاوف مرتبطة بوتيرة تجديد البنوك المركزية السياسية النقدية وضعف البيانات الاقتصادية. أعلنت ألمانيا عن حاجتها لنحو 400 ألف عامل أجنبي سنوي للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن شيخوخة مجتمعها. وحذر زعيم المجلس الانتخابي للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دوير مما أسماه خطر النقص الحاد في العمال
المهر على نمو أكبر اقتصاد في أوروبا وفقدان السيطرة على سوق العمل المتقدمة في السن. ويعد سكان ألمانيا من أكبر سكان العالم عمرا، ومن المتوقع أن يكون ربعهم تقريبا فوق عمر 67 عاما بحلول نهاية هذا العقد. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ب13 مئوية في آخر جلسات تداولات الأسبوع، وتراجع المؤشر إلى 95.65 غير أنه حقق زيادة أسبوعية بنحو 15 مئوية مسجلا أفضل أداء له منذ منتصف ديسمبر الماضي. خفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 15 مئوية مقابل الدولار، في حين ارتفع الفرنكو السويسري ب14 مئوية مقابل الدولار. تراجعت البيتكوين إلى ما دون حاجز 38 ألف دولار مسجلة أدنى مستوى لها في 6 أشهر نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق ضربت العملات المشفرة. أهبطت أكبر عملة مشفرة للجلسة الثالثة على التوالي وفقدت 8.7% عند جلسة تسوية الجمعة، ودخلت العملات المشفرة الأخرى في المنطقة الحمراء بعد تخلص المستثمرين من الرهانات المحفوفة بالمخاطر في أسبوع متقلب للأسواق العالمية. في شأن متصل، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة رئيسية نحو الإصدار المحتمل لعملة رقمية أمريكية، والتمس البنك الآراء عن الخطوة من خلال تقرير المناقشة مؤلف من 35 صفحة حول عملة بنك مركزي رقمية مدعومة من الحكومة، ولم يتوصل البنك إلى استنتاجات قاطعة بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إصدار دولار رقمي مكتفيا بالتجديد، على أنه لا ينوي المضي قدما دون دعم واضح من البيت الأبيض وكذلك الكونغرس. يستأنف لبنان اعتبارا من الأسبوع المقبل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض بقيمة 4 ملايير دولار. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام تأكيده أن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الاثنين المقبل، ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدة مع الصندوق سعيا للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019. هذا وتحولت ظاهرة جمع المواد القابلة للتدوير من مكب النفايات في لبنان إلى ملاذ الكثيرين من العائلات للاسترزاق والحصول على الدولار في بلد يغرق في واحد من أسوأ الأزمات المالية في العالم خلال العصر الحديث. في شوارع بيروت المظلمة بفعل الانقطاع الدائم للكهرباء، يكون الضوء الوحيد اللامع المصابيح الأمامية للباحثين عن المواد القابلة للتدوير في مكب النفايات، على غرار هدى التي أجبرتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان لتترك محل الخضروات وتتحول إلى جمع الخردة لضمان مصدر رزقها وعائلتها. اضطريت اشتغل بالمحارم، بعدين الدولار طلع صار فيه كنت أخده ب3500، بعدين صار 15 ب20، وصل ل60 أنا وقفت. بمرارة وغصة تروي هدى معاناتها مع تدهور وضعها المادي. داخل هذه الغرفة المحاذية لبيتها في مخيم صبرا وشتيلة التي حولتها إلى مخزن لما يتم جمعه من فولاذ ألمنيوم وبلاستيك. إنه أقعد على القليل لو هيك أقعد شهر بالبيت بحس حالي كبني آدمي كأم، أوقات بحس حالي مني أم.
بين أزقة بيروت الضيقة أصبحت القمامة سلعة يتم التنازع عليها في لبنان، الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم. هي أحلى عيشة نشوفها، عشان ما يقولوا إنه لبناني ما إنه فقير، في كتير فقراء مثلي، بس الناس ما بتعرف الداخل، بس اللي مخبى ما بتعرفه. مع تزايد أعداد الفقراء يقوم البعض بتلوين حاويات القمامة بالكتابة على الجدران لتمييز مناطق استغلالهم للمواد المرسكلة في هكذا حاويات. أكثر شيء اللي صار يسمحوا وين بدأوا واحد طلع المنكب يخدوه بضغط من ماشيين ما يعملوا كتوني مصاري يعطيني رضاعة اللي معي بس. نشاط جمع الخردوات لا يقتصر في لبنان على الفقراء فقط، فالعائلات الميسورة دخلت السوق باعتباره سبيلا للحصول على الدولار بدلا من الليرة المحلية المنهارة. هاي أكثر شيء عندهم إياه هلأ، مستعدين يطلوا واحد كرمال كيس بلاستيك، يقولوا لك الدورة الطالب ما نشتغل، دي بلا شغل، انت تشتغل ونحن نشتغل. وتعكس حرب البحث عن القمامة الانهيار السريع للقدرة الشرائية للكثير من سكان بيروت الشهيرة بحياة نابضة بالروح وقطاع مصرفي حر ورائد في المنطقة. بتضحك قدام العالم مش ما يحسس انه ما يظن انه انا زهلانة، وقت بتضحك معهم بنزح معهم هالجوات قلبي اسود. على غرار هدى تسببت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ عامين في وقوع أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر بفعل الانهيار التاريخي للعملة المحلية وتسقيف مبالغ السحب المسموح بها بالعملة الصعبة. قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية سامر المجالي السبت إن الشركة طلبت دعما ماليا حكوميا بقيمة 280 مليون دولار لرفع رأس مالها. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن المجال قوله إن الحكومة أمام مسؤولية دعم الملكية الأردنية كأداة استراتيجية للدولة الأردنية واتصل الأردن بالعالم، قبل أن يضيف أن الشركة ما زالت تنتظر دعما حكوميا يمكنها من تجاوز الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات جائحة كورونا. قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة الاقتصادية. أسعار النفط تحافظ على ذروتها في 7 سنوات رغم تراجع مكاسبها الأسبوعية، والبنك الأوروبي يتوقع استقرار أسعار الطاقة. التضخم يتسارع في الاقتصادات الناشئة ويعرقل خطط التعافي، والعينة في النشرة من كبرى أسواق المكسيك. وفي ريبورتاج النشرة تابعتم المواد القابلة للتدوير، ملاذ اللبنانيين للاسترزاق، وسبيل الحصول على الدولار. إلى اللقاء.